فكرة تبلورت في عهد المغفور له الملك فيصل يرحمه الله على شكل خطة لتأسيس مدينة الجبيل وينبع الصناعيتين، وهمة تبعها عمل في عهد الملك خالد يرحمه الله حين أزاح الستار عن اللوحة التذكارية إذانا بافتتاح المشروع. وأول عمل بدأت الهيئة الملكية في تنفيذه هو إعداد الموقع وتسوية الأرض، حيث بلغت كميات التربة التي استلزم إزاحتها حتى الآن أكثر من 45 مليون مترا مكعبا. وفي منتصف عام 1400 هجرية سيكون قد تم تمهيد معظم مواقع الصناعات الأساسية. وشب المشروع ناهضا ترعاه يد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد يرحمه الله، الذي كان على رأس هذه الهيئة 15 عاما. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، وأطلق خلالها مشروعي الجبيل اثنين وينبع اثنين، كما وافق رحمه الله على انضمام رأس الزور إلى الهيئة الملكية وتغيير اسمها إلى مدينة رأس الخير. تعززت ثقة القيادة بالهيئة الملكية بإصدار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله أمراً ملكياً وآخر سامياً بتعديل المسمى من مدينة جازان الاقتصادية إلى مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وها أنتم اليوم يا سيدي تطلقون رحلة التريليون الثاني بحول الله تعالى. الشعب كله حط يده بيه.